subscribe to my channel now. Remember, subscribe to my channel. See you. مسلسل حرب الجواسيس. مسلسل حرب الجواسيس متصور في انهي بلد؟ متصورة في انهي بلد؟ في بعض الحاجات في مصر، في تصوير في مصر، وفي تصوير في المسلسل بيقولوا ان التصوير دون في المانيا وايطاليا واسرائيل. بيقولوا في تصوير في المانيا وايطاليا واسرائيل. هوريك وانا بقى التصوير ده في الحقيقة متصور في انهي بلد. اتفرجوا على الفيديو على اليوتيوب، على قناة اليوتيوب، وانا هوريكم التصوير في انهي بلد في الحقيقة. تقريبا من الحلقة رقم 8، من الحلقة رقم 8 في مسلسل حرب الجواسيس. مسلسل حرب الجواسيس من بداية الحلقة رقم 8 هبدأ اوريكم بعض الاماكن، هوريكم بعض الاماكن الموجودة في المسلسل. دي محطة جارا دينور، جارا دينور، محطة بوخارست، محطة قطر بوخارست، محطة جارا دينور في رومانيا، محطة جارا دينور. لو فرقتوا على الحلقة رقم 8 هتشوفوا الحلقة، هتشوفوا المنطقة ديت، نفس التاكسيات ونفس المبنى، نفس التاكسيات ونفس المبنى. جارا دينور دي محطة في رومانيا، محطة قطر في رومانيا. دي المحطة اللي هما خبوا فيها الشنطة، المحطة اللي هما حطوا شنطة وكان معاه مفتاح القفل. لما نبيل كان معاه مفتاح القفل وراح يخبي وراح يحط الشنطة كان في المحطة دي. دي محطة في رومانيا مش في ألمانيا، دي مش في ألمانيا، دي رومانيا بوخارست. جارا دي نور is Bucharest only main railway station. دي المحطة الرئيسية بتاعت بوخارست في رومانيا، المحطة الرئيسية بتاعت بوخارست في رومانيا. أو صور لمحطة بوخارست، محطة جارا دينور بوخارست. هوريكم بعض الصور عشان تعرفوا ان هو ده اللي في المسلسل، صور من بره ومن جوه. دي محطة القطر اهي من جوه. وهنا من محطة القطر من جوه، هنا محطة بوخارست رومانيا. دي الصورة قديمة، هي دي محطة جارا دينور، محطة جارا دينور بوخارست رومانيا. وفي المسلسل بيضحكوا على الناس بيقولوا انه في ألمانيا، في المسلسل بيضحكوا على الناس بيقولك في ألمانيا وهم أصلا في رومانيا، هم في رومانيا وفي المسلسل يقولك ألمانيا. وديت محطة الأتوبيس لما سامية أخدت الأتوبيس ورجعت تاني للهوتيل، لما سامي اخد الاتوبيس عشان ترجع تاني، والمخابرات المصر كان ماشي وراها ولها اخد الاتوبيس. هذه محطة الاتوبيس اللي اخد من
اتوبيس، وده في بوخارست برضه، برضه في بوخارست. محطة أتوبيس في بوخارست، أوتوغارا فيلاري، محطة في بوخارست، وبيضحكوا على الناس يقولك في ألمانيا. بيضحكوا على الناس يقولك في ألمانيا وهي في بوخارست في رومانيا. في رومانيا، التصوير في رومانيا مش في ألمانيا. والهوتيل دون، الهوتيل المكان ده برضه في رومانيا، دون كمان في رومانيا، اللي هو في مكان، مدينة اسمها تيميسول، مدينة اسمها تيميسول ديت فيها الهوتيل تقريبا، كان برضه في التصوير في مسلسل تقريبا، مش فاكر، اعتقد كان برضه في المسلسل. ودي محطة قطر، دي محطة قطر برضو كان في المسلسل، مش فاكر لما تقريبا كانوا في ألمانيا ولا لما راحوا إيطاليا. يعني في بعض الحاجات ديت، يعني كل الأماكن دي، كل الأماكن دي في رومانيا، كل الأماكن دي في رومانيا، بس هما قالوا في المسلسل الأماكن دي في ألمانيا وإيطاليا. في المسلسل يقولك ألمانيا وإيطاليا، وكل الأماكن دي أصلا في رومانيا. محطة صناية، محطة صناية في رومانيا، محطة صناية في رومانيا. وده مطار بوخارست، مطار بوخارست في رومانيا، مطار بوخارست في رومانيا. بالتأكيد شفتوا المطار ده في المسلسل، بالتأكيد شفتوا المطار ده في المسلسل.
وده هوتيل كراون بلازا في بوخارست، رومانيا. رومانيا هوتيل كراون بلازا. لما سامية رفضت تقعد في الهوتيل الأولاني، لما سامية اتعاملت مع مخابرات مصرية وراحت على إيطاليا، بس هو أصلا مش في إيطاليا، ده في رومانيا في بوخارست. لما راحت هناك وكانوا حاطين كاميرات في الأوضة، وحاطين عندها كاميرات في الأوضة، وهي قالت لا عايزة تروح الهوتيل التاني. لما هي راحت الهوتيل التاني، هوتيل كراون بلازا، هو ده الهوتيل التاني في رومانيا بوخارست، ده مش في إيطاليا، مش في إيطاليا، ده في رومانيا بوخارست، رومانيا. وفي آخر مسلسل، في آخر مسلسل، في بعض الحلقات الأخيرة في المسلسل، تقريبا الحلقة 25 أو 26 أو بعض الحلقات الأخيرة، لما سامية سافرت إيطاليا تاني وقابلت المخابرات الإسرائيلية، راحت قعدت في قصر، راحت سكنت في قصر وقعدت معاهم في قصر، هو ده القصر دون، قصر كانتاكوزينو كاسل بوستيني رومانيا، المكان ده في رومانيا برضو، القصر هي راحت قعدت فيه، القصر اللي سامية راحت قعدت فيه برضو في رومانيا. أكتر مسلسل متصور في رومانيا، أكتر مسلسل متصور في رومانيا. بيضحكوا على الناس، بيضحكوا على الناس، يقولوا في إنها في ألمانيا وإيطاليا وإسرائيل، بيقولوا التصوير في ألمانيا وإيطاليا وإسرائيل، وهما أصلا أكتر تصوير طبعا في رومانيا، أكتر تصوير المسلسل في رومانيا. إذا اتفرجت على المسلسل هتفتكر الحتة ديت تاني يوم لما صحيت سامية، تاني يوم لما صحيت سامية جابوا المنظر ده بالظبط، جابوا المنظر ده بالظبط لما صحيت سامية تاني يوم، وجابوا المنظر القصر من بره، لما جابوا منظر القصر من بره كان المكان ده بالظبط. تصوير المسلسل كله تقريبا في رومانيا، وبيضحكوا على الناس، تقريبا التصوير كله في رومانيا، وبيضحكوا على الناس، يقولك انه في ألمانيا وإيطاليا وإسرائيل، يقولك تصوير في ألمانيا وإيطاليا وإسرائيل، وتقريبا التصوير كله في رومانيا. والممثلين كمان ممثلين كلهم مصريين، ممثلين مصريين، ويعملوا نفسهم بيتكلموا كأنهم أصلا من إنجلترا وإيطاليا وألمانيا ودول تانية، أو إسرائيليين، وهم الممثلين كلهم تقريبا مصريين وبيتكلموا المصري، حاجة عجيبة يعني، ناس غريبة يعني، بيضحكوا على الناس كله، بس نظام هبل وبيضحكوا على الناس. ده غير كده، ده غير كده، لما هما بيصوروا بعض التصوير، اعتقد ان هو في مصر بالذات، لما هما جوه في المباني، لما بيكونوا جوه في المبنى، اعتقد ان هما بيكون مبنى في مصر،
ان شكل العفش، شكل الكراسي والترابيزات وكل حاجة زي ما تكون ترابيزات وكراسي مصرية وحاجات مصرية اللي هي جوه في المبنى نفسه في المسلسل نفسه. كمان أول ما نبيل راح ألمانيا، أول ما نبيل راح ألمانيا في المسلسل، راح قعد مع واحدة ست كبيرة في السن. لما راح قعد مع ست كبيرة في السن، لما راح لها العمارة اللي هو راحها ديت، كان شكل عمارة من جوه زي العمارات المصرية، السلالم بتاعت مصر بير السلم بتاع مصر والشقة نفسها عاملة زي الشقة بتاعت مصر، الشقة عاملة زي الشقة بتاعت مصر بتاعت ست الكبير السن والشقة بتاعته، والباب بتاعها، الباب بتاع الشقة عامل زي البيبان بتاع مصر، البيبان الشقة بتاع مصر اللي فيه شبابيك في البيبان، البيبان اللي فيه شبابيك في البيبان دول زي بتوع مصر. فأنا متأكد إن هو التصوير ده أصلا في مصر، يعني في حاجات كتيرة هما بيصوروا جوه زي ما يكون في مصر. حتى وهم جوه في القصر، أعتقد إن هما مصورين جوه بيت مصري أو مبنى مصري، هما جوه في القصر دون، أعتقد إن هما أصلا في مصر مصورين جوه بيت في مصر، هم بيصوروا جوه بيت في مصر وبعد كده بيوروا التصوير من بره، يوروه هما في رومانيا. ونفس النظام هما في الهوتيل، يمكن الريسبشن نفسه، يمكن الريسبشن بتاع الهوتيلات كان فعلا في رومانيا، بس لما هما بيجيبوا الأوض الهوتيل، لما يجيبوا الأوض بتاع الهوتيل أعتقد إن هما في أوض مصرية. ونفس النظام لما بيجيبوهم هما في إسرائيل، لما يجيبوهم هما في مباني بتاعت إسرائيل ديت أعتقد إنها مباني في مصر. فمباني، ففي تصوير كتير اللي هو في المباني نفسها، أعتقد إن هما جوه في شقق مصرية ومباني مصرية. المسلسل كله بيضحكوا على الناس، عاملين نفسهم مصورين في ألمانيا، وعاملين نفسهم مصورين في إيطاليا، وعاملين نفسهم مصورين في إسرائيل، وهما بيصوروا جوه المباني، أعتقد مصورين جوه مباني مصرية، وهما مصورين تصوير لبرا، التصوير في رومانيا. يعني هما برا المبنى وفي الشوارع مصورين في رومانيا، بس التصوير جوه المباني مصورين في طبعا في مصر، في مباني مصرية وفي شقق مصرية، وباين من الكراسي وكل حاجة جوه الشقة انها شكلها كده منظر مصري، يعني انها في شقق مصرية. بيضحكوا على الناس، عالم النصابين بيضحكوا على الناس. Subscribe to my channel now. Remember to subscribe to my channel. See you. اشترك في القناة دلوقتي. افتكر اشترك في القناة. اشوفك. السلامة. Husk at abonnere på min kanal nu. Husk at abonnere. Vi ses. Abonnez-vous à ma chaîne maintenant. Abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne.